معنا من مقر انعقاد قمة المناخ بدبي أيضا نائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بقمة المناخ بيتر ليز. أهلا بك سيد بيتر. ما شكل الاتفاق الذي سيرضيكم؟ سيكون مرضيا وكافيا كاتحاد أوروبي؟ بماذا يختلف عن الشكل الذي طرحته رئاسة القمة الآن؟ على هذا الاتفاق بالفعل أن يكون أن ينقذ بالفعل المناخ من أجل شعوب العالم والأطفال والسماح للأطفال وللعالم بأسره أن يعيش في أمان. والهدف الأساسي هو الحفاظ على درجة فاصلة خمسة مئوية كحرارة عالمية، ويجب خفض بالفعل مستوى الحرارة العالمية. البارحة للأسف لم يكن هذا الهدف قريبا من هذا الموضوع. هل المشكلة كانت غياب هذا الهدف درجة فاصلة خمسة أعشار، أم أن هناك يعني غياب لقضايا تخص الوقود الأحفوري والتخلص من الوقود الأحفوري والفحم مثلا؟ بالطبع فيما يتعلق بالتخلص التدريجي للوقود الأحفوري هذا أمر ضروري من أجل الحفاظ على درجة فاصلة خمسة مئوية، ونحن نعلم أن الفحم والغاز هو موجود بشكل مستمر ولا يمكن أن ننهي وجودهما بشكل كامل. ولكن إذا قلنا لأطفالنا وأحفادنا أنه لن يكون هنالك وقود أحفوري بعد 70 عاما، يجب علينا أن نبدأ الآن بالانتقال المناخي بأسرع وقت ممكن لكي نستطيع أن نحافظ على حدود لتغير المناخ، وأعتقد أن هذا هو الأمر الضروري. طيب، هل تعتقد أن هناك أفق زمني محدد للتخلص من الوقود الأحفوري؟ أنتم في الاتحاد الأوروبي تضعون سقفا زمنيا يجب أن يتخلص الكوكب من الوقود الأحفوري عنده؟ المهم الآن هو أن الاتحاد الأوروبي لا يعمل لوحده، بل يعمل مع أيضا الجزر الصغيرة، مع الدول الأقل نموا. ونحن نعلم أن هنالك أيضا مجموعة من الدول كأستراليا واليابان وغيرها من الدول التي تعمل على هذا الهدف، ونحن نريد بالفعل أن يكون هنالك إشارة واضحة. نحن نعلم أنه يجب العمل على التفاصيل، وأن الوقت ربما يختلف بالنسبة للدول الفقيرة أو للدول المصدرة والمنتجة للنفط، ويمكن أن يكون أكثر طموحا بالنسبة للدول الغنية، ولكن يمكن مناقشة هذا الموضوع في لاحقا. ولكن الإشارة واضحة، وهي أن هنا نحن نحتاج إلى تخلص تدريجي من الوقود الأحفوري. هذا يعني أنكم لا تمتلكون سقفا زمنيا لهذا التخلص، فقط هذه الجزئية أسأل عنها. اليوم الإشارات تقول لنا أنه يجب أن يحصل هذا الأمر في أقرب وقت ممكن للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول العام 2050، وعلى الدول التي يمكنها أن تتحمل هذه التكلفة أن تعمل بشكل سريع نحو هذا المنوال. ونحن بالفعل قررنا في ألمانيا أن نفعل ذلك بحلول العام 2030، ولكن ربما هذا الأمر لا يمكن أن ينطبق على الدول الأخرى، ولكن هذا ما يقوله لنا العلم. إلى أي مدى التخلص من الوقود الأحفوري بشكل تام بحلول العام 2050 أمر واقعي، في حين أنتم مثلا في الاتحاد الأوروبي في ألمانيا على سبيل المثال حين وقعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عدتم مرة أخرى للتوسع باستخدام الوقود الأحفوري، هل تعتقد أن الكوكب الآن مستعد فعلا للتخلص من هذا الوقود، وهل هناك وقود بديل يسد هذه الحاجة وبنفس التكلفة؟ many
أعتقد أن غالبية الأشخاص الذين أتوا إلى مؤتمر المناخ في دبي كانت لديهم توقعات أن نهاية أو أنه سيتم الاتفاق على تخلص تدريجي للوقود الأحفوري، وهذا المؤتمر بالفعل سمح بهذه التوقعات، وبالفعل أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ليس خيارا ولكن هو أمر يجب أن يحصل، ولكن أن يكون لدينا توقعات كبيرة هو أمر أيضا محزن. ولكن كما قلت أن ألمانيا قالت أنه يجب بالفعل التخلص بحلول العام 2030 ونحن لم نغير هذا الوقت بالفعل، ولكننا استبدلنا الوقود الأحفوري بوقود آخر، ولكن ما زالت لدينا تدابير نتخذها بناء على السوق من أجل أن نتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري بحلول العام 2030. من مقر انعقاد قمة المناخ بدبي، نائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بقمة المناخ بيتر ليز، شكرا لك.